بس بيك ام تلحفيانا برونشين والجو قلكي قرمن زاروك ما زلنا حاملين دور زاروك تونا حاملين دم شيك دب نساغي بر جبرقه كهربت اني افخشكتن يعني جيانك بزحمتي درباز دبا انت مش في انبينن قلك المش في هنا جبرقه كهربت اني جبرقه افتن جي كهرباء كهرباء ساعات حفت قد بحطة إيفاري يعني أوقاتك لازم أو تنهي أوقاتك أنا لازم بشوي أو هي كهرباء دس ساعات سي ساعات تركض فيه يعني فاي مهك نقد يأي السيجر كشكا خطيني مش فيش بر جو قلكي قرمة خلاص شخوا اسمو مرسلا زاروكا حالاتني بالاخص ايرو درو قال كي تشيبوني يعني روجي دقي تقريبا شيست حفتين اخوشي زاروك جمرتين بسبب درجه حرارتها بلند التهاب امعاء تشيدب يعني حالتي قريبه بوي تشيدب ايرو درو جبر كهرباء كيمجي وقتي كهرباء تي وان دمر مكيف التهاب لوزاتا تشيدب التهاب امعاء وان تشيدب هنا كان حرارتي اختلاجات شيء دبج بر كيمونا كهرباء كهرباء براسي جي أبو فترة قل كي كيم طبعا ج أفيجي مرسلة أفيجي أفجي قطبنا أفي شارو بينجرو سرف دريج ببشر أفتي رنجة كي نصافي جارناتي طبعا أفجي التهاب مع بزارو كشيء كجبر وقت أفي بتخون طبعا أف نصافي نمركزتي جبر بيها التهاب جبار شيء منذ منتصف شهر نيسان 2020 نعاني من نقص في الطاقة الكهربائية، وذلك يعود إلى قطع الاحتلال التركي للمياه عن نهر الفرات. بالنسبة لمدينة التمر تعاني من زيادة ساعات التقنين في الكهرباء، لأن مدينة التمر لا يوجد فيها مولدات كهربائية، حيث أن النسبة تصل إلى 60% من دون مولدات، وهذا ما يؤدي إلى أن مطالبة أهالي مدينة التمر بأن يكون لهم حصة في النهار أثناء الظهيرة.